مع العربي. ملاحظة العربي في علاقة بتقييم اللاعبين التونسيين، نحن ماناش بالشك في اللاعبين، أكيد على اللاعبين ممتازين، على اللاعبين عندهم قيمة باهية وروح وقوتنا، وقلت أنت قبل قوتنا في المجموعة بيصير. اليوم انديفيديوالمون ما نجموش نقارنوا احنا بمنتخب مالي بكل صراحة وبكل تجرد وبكل تواضع. عاد الملاحظة نتاعي بناء على دي سيكونس تعملوا مقابلة تونس، ميم حتى ترجع التالي يعني مباراة التالي فما دي سيكونس باهيين كي حابين نكوروا هدف اليوم يدل على ان تنجم تتعاود زاكسيون هذوك كي يبدا معنا بيان سور مع جلال يحب معنا الكيب تاعو تلعب هكاك اما كي يبدا فما ثقه وتمبوزي على الملعبيه باش ديما تلعب كوره فيرتيكال حكايه معناتها قيس ديما فير لافون راه تتعاود هذوكم دي زوتوماتيزم يتعاودوا ديما راه المدرب هو شنو يزرع في الفريق نتاعو اليوم اسكو احنا سيفري اليوم مع كامل احتراماتي مدربين تونسه ناجحين البر وعندنا معنا من افضل المدربين اللي عندنا معنا على الساحه العربيه اللي هما تونسه لكن الفكر التكتيك نتاعهم ديما بلقبه ديما بلقبه ديما نقبلوا اللعب ديما نقبلوا اللعب راهو انا مع المدرب التونسي انا تمبوزي علاش فوزي ناجح اليوم علاش معنا فما مدربين اليوم معنا اللي يحبوا يلعبوا طريقه تكتيكيه الى الامام ديما تلقاهم هم فافوري على برشا يعني مدربين اخرين انا نحترمهم وكل نحترم اختياراتهم. خمسه تجارب الاخرانيين مع احتراماتنا اكيد خويا وصاحبي لا اسمع هذه الخمسه تجارب الاخرانيين نتاعو مع دال اتوال الاربعه ما كانوش ناجحين يا عربي ما بين ليبيا وما بين الجزائر وبين المغرب بلي سامحني ثقه بركه باش نكمل لا انا شين مون ديدي وباهي الموضوع اللي جبدته على المدرب التونسي باهي دقيقة اوكي دقيقة خليني انا كويس يلا قيس يلا بسرعة زادة بسرعة بسرعة شنو ما اديتوا لهم مدربين تونس؟ اديتوهم دوري بمجموعتين عندكم تيران واحد في البلاد اومولوجي في الكوب دافريك الأربع جمعيات فيهم ثلاثة هيئات تسييرية ما فماش هيئات مديرة يجوا مابستيان نقف هنا اش تعطيه المدرب التونسي؟ سنوات لاعب مطلوبة باش تبني له ملاعب والا باش تبني له يعني لا ما لاباش ما لاباش هو اسمعني الفكر التكتيكي انا نحب نغلقوا بسرعة انا مع المدرب التونسي نحب ونقدره بالعكس كتاب هو الفكر التكتيكي تصايبوا كتاب ما المدرب التونسي باش يلعب بطريقة هجومية تعمل له البرنابيو لازمك يعرف صحيح هذايا البروكبا اللي تحكي عليها ماهي صحيح كلهم يلعبوا بلوكبا راهو ديما مدرب التونسي سبيرونس تلعب بلوكبا مدرب تلعب بلوكبا بالترجي بالكليب افريكان بالاتوال توا في العشر الاخرانيين راهو لاقين اشكال في بناء اللعب كلامك كلامك اسمع هذاك الواقع هذاك اللي صاير بالعكس اسمع الناس اللي برا وتصدقك مش انا مدرب تونسي يلعب بلوك با على الحكايه هذه والله انت في راسك انت بركه هذه واقع رد بالك اليوم مدرب تونسي يلقى في اشكاليه في صناعه اللعب لما يجي معنا مدرب اخر ويوقفوا ملعب تونسي ما يصنعش يلقى اشكاليه وهذا ملعب تونسي ما يصنعش عربي بالله سامحني يلا الشامبيونات يلا خسالش عادل سي امبورتون مرت الكوره حمادي يلا لا ولا لا تسوقت هذه خدت خاصه في الخليج تو ولينا المدرب تويزا قيس ما عادش مطلوبين لانه لا المدرب التونسي معروف انه يلعب بلوك با ومدرب التونسي يقفل يقولوا في الخليج هو اور بالعكس المدرب التونسي من اكثر المدربين اللي عنده الذكاء الفني والتكتيكي وحاجه اخرى اهم حاجه عارف العكس خليني نكمل لك به هو لادابتاسيون اش معنى لادابتاسيون هو الذكاء وقراءه اللعب والتصرف الفردي والجماعي والفريق بتاعك يتعود انه وقتاش يلعب الهجمه المركزه وقتاش يلعب الهجمه المرتده وقتاش يلعب الهجمه السريعه واكثر المدربين اللي يخدموا في النطاق هذا احنا المدربين التوانسه هو نحاولوا نحطوا في مخاخ اللاعبين لادابتاسيون اي لا ليكتور دو جو وقتاش يتصرف وقتاش الميتريز لي فاز دو جو الكل كسوسوا ديفونسيف ولا اوفونسيف دونك انا نشوف ان المدرب التونسي راه مدرب متطور جدا ومن احسن الكفاءات اللي موجوده وما نحبش نسوقوها هذه المدرب التونسي يلعب برشا التالي يلعب برشا التالي والله لا شكينا في الشيء هذا موجود طرف الخليج يقولوا هكاك لا ما يجيبوا يصير يقول لك حاجه سمير ساعات تبدا مباراه ما بين زوز مدربين تونسي المعلق بتاع المقابله والله اليوم باش نشوفوا مقابله رتيبه شويه لين المدرب تاع الفريق اللي مع اليمين تونسي والاخر تونسي ساعات التعليق اكثر رتابه من المباراه لكن ولا صدقني معناتها انا حماد باش انا بيدي ماهم يلزمني نتفاعل انا تو المباريات العام الاخراني بالكل نبداو يا سيدي من كاس العالم مع الدنمارك كنا متحفظين ومسكرين نجحنا في الماتش نتاعنا بعد ثلاثة ايام مع استراليا حبينا نعملوا اللعب خسرنا بعد بثلاث ايام مع فرنسا سكرنا واحد لعبنا ماتش كبير وانت والمنافس جلال صح جلال القاضي في ماتش نيجيريا قعدت موديل هذيك في الكوب دافريك جلال القاضي سكر مليح وكذا نيجيريا متفوقه علينا وربحناها ناميبيا حبينا نصنعوا لعب ما نجحناش اليوم سكرنا نجحنا بعد ثلاثة ايام مع جنوب افريقيا وهذا الخطير انه مش نكونوا مطالبين
بصناعه اللعب وتسجيل هدف، خاصه اذا كان جنوب افريقيا غدوه تربح لك الماتش وتجي تسقلك تلعب على ماتش نور وتجي انت مطالب اللي يزيد سباس الصغار باش تلعب. هنا اشكال راهو قيس والتسائل نتاعو معناها في محل معقول معظم لكن حسب رايي العكس. بدون انا سؤال وعجبني بدون ما سؤال وعجبني باش حررني انا شنو اللي قلقني؟ قلقني موضوع المدرب التونسي يعني. لا لا بدون ما اساس بالمدرب التونسي لا انا قلت ناجح قلت ناجح مش قلت ناجح قلت ناجح قلت يلعب نكبه ناجح احسن المدربين قلت ليك قلت 80% من المدربين التوانسه حاليا راهم يلعبوا برشا في البلوك با كيفاش ناجح وقت اللي 80% يلقاو معناها منافس يلعبوا ند لند معاهم باش يصنع اللعب يلقى اشكال. باش نسالك سؤال تو كرة القدم في 2018 تغيرت مع فرنسا ولا لو جو سو كون ابل دو ترانزيسيون نتاع كالي كيفاش البلوك نتاع فرنسا؟ فرنسا تستنى الناس وتضرب فيهم بالسرعه القدام. غوارديولا يلعب هكاك زاد دقيقه عاد ما قلت كره قدم تبدلت سالتك سؤال قلت غوارديولا يلعب هكاك تبدلت خويا العزيز يلعب باللي ترانزيسيون على خاطر عنده فما شويه يلعب باللي ترانزيسيون خاطر عنده مبابي كل حد وفكره يفكها يعطيها لمبابي ماركي غادي ويرجع ما عادش تحكي عليها مدرب كرة التيك تاكا هذه نحكيو عليها راهي ما عادش الموديل لو موديل اسبانيول نتاع 2008 و 2010 اللي هزوا تشامبيون اللي هزوا الكوب دوروب دي ناسيون وهزوا الكوب دي موند في افريقيا وسيطرت بالسداسيه برشلونه، الموديل هذا راه ما عادش. حتى اون فاز دو كونستركسيون قيس يلزمك تعمل ان سور نومبر ان سوبر ان سوبريوريتي نيميريك كوتي بالون، معناها حتى كي تتفك الكوره يلزمنا ثم ان دونسيتي كوتي بالون، باش كي تتفك الكوره نبداو قراب ونجموا نبريسي ونعملوا على بيرد لا بال ان بريسي ومن بعد نكونتر بعد نمشي قدام. مشكل دونك حبيت نرجع ونقول الكوره في الاخر ايكيليبر توازن. من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه، حتى وقت نصنع الكره لازمنا نكونوا متوازنين، وكيف نرجعوا لتالي باش نجموا لازمنا نكونوا متوازنين. تلعب زاد الاتاك قدام نلعبوا الاتاك يا عربي علاه ما نلعبوش الاتاك؟ علاش فما زاد فما طرق تكتيكيه تقول لك انك تو باريزون كيما فوزي بن زرتي يقول لك انا قد ما ندفع قد ما نلعب بريسينغ لقدام ديما من بعد نختار على الكاج نتاعي خير من نلعب لوك. خليك المدربين التوانسه الاخرين ما يضغطوش ويرجعوا لتالي بالحق عربي. ماليش قلت انا مدرب لا نحكيو احنا بالعكس احنا جبنا على المدرب التوانسه ممتازين وشكرتهم لكن قلت في فما مباريات يلقاو اشكاليه في صناعه اللعب. هو على كل حال انا حسب رايي المتواضع ومانيش فني كيفكم انتم اكثر مني معناها درايه بعالم كره القدم زاد فما ادوات لازم تتوفر لك انت باش تلعب لاتاك اذا تجيب لي مجموعه انت معناها ما نحكيش على الكيب ناسيونال باش رصيد بشري محدود ولاعبين محدودين تقول لي انا بلاتاك انا تاك باش تلعب مع فرق ومنتخبات افضل منك صحيح. على مستوى البطولات اللي يلعبوا فيها على احنا احسن اللاعبين اللي عندنا يلعبوا في البطولات يعني سكاوتينغ كيفاش يصيروا معناها كلها مربوطه ببعضها ما نجيبش هكاك عربي بصراحه احنا عاد نحكي على نلعبوا لاتاك وين تلعب يا اخي اسكو اليوم جلال القادري كان عنده الامكانيه باش يلعب لاتاك ويضغط على مالي ورفض كان عنده الامكانيه باش يربح ويفضل هذيك تلقى حدود هذيك امكانياتنا او كيلعب لاتاك سجل ما يحكيش الكل كيلعب لاتاك سجل وجات كره الطيب كان يسجل وقتها هذوك دي مومون الملاعبيه امنت انا كان سجل كره الطيب باش تعتبر منتخب تونس يلعب لاتاك مومش دي كونتر اتاك كل قالوا هنا قالوا هجمه مركزه هاكا بالكدا ها بالكدا هاو انسان سوبر واحد زو ثلاثه فرص المراوحه هاي زو ثلاثه فرص مع منتخب محترم صراحه وين كنا وين صبحنا مقارنه بمباراه رأيي في العمل أكثر من أفكار بالنسبة لكرة القدم التونسية بالنسبة للمدربين نتاعنا والجمعيات نتاعنا مشكلة أساسية في الكونتينيتي نتاع العمل أو بار إكزومبل نعطيك وخاصة بالنسبة للأناليز احنا في تونس الحقيقة ناقصين برشا حتى يعني في شوف البالاريتي نتاع ناميبيا في دقيقة 90 وقت اللي حكينا أول في بداية الحلقة قلنا أنه بريمير بوتو مشى جيم بوتو مشى معلول بريمير بوتو مشى كشريدة تعاودت اليوم نفس الغلطة في الركنية أعتقد في الشوط الأول في دقيقة 35 كان ما خانتنيش الذاكره نفس اللقطه وكشريدة تحرك بنفس الاسلوب ومشى باش يغطي المكان نتاعو وين متواجد معلول دونك وخلى الاسباس ورا ظهر دونك الحاجات هذوما الجزئيات هذوما التفاصيل هذوما راهم يخدموا عليهم حتى تو في يعني النوادي الافريقيه الكبيره والمنتخبات الافريقيه الكبيره يخدموا على مستوى عالي كما موجود في اوروبا دونك فما تفاصيل وفما جزئيات الحقيقه يلزمنا ناخذوها بعين الاعتبار ونخدموا عليها كيف كيف يلزمنا نطوروا من الاسلوب نتاعنا من العمل نتاعنا من نوعيه التمارين نتاعنا سيتيرا وهذا مش دور المدرب فقط دور رئيس النادي دور المسؤول على النادي دور الاطار الفني كامل دور اللاعبين كيف كيف